الله سبحانه وتعالى جبل الإنسان في هذه الشهوة تجاه الجنس الآخر، سواء ذكر جيد الأنثى أو الأنثى جيد الذكر. زين للناس حب الشهوات من النساء، وبدأ بهم هما الأولى. قد يقول قائل: ألم يزين للنساء حب الشهوات من الرجال؟ نقول بلى، لكن لعفة الخطاب القرآني وحيائه فهو يذكر مجموعة من الأمور، يعني قد لا يحسن في عرف الناس أن تسمى بها النساء، أن المرأة دائما هي التي تتعفف أكثر، والمرأة هي التي تطلب بالنسبة للزواج، والمرأة هي التي يرغب ودها. الرجال قوامون على النساء، من بعض مظاهر القوامة أن الرجل هو الذي له القدرة أكثر على احتواء مشاكل الزوجية، حتى لو أخطأت مثلا الزوجة تجده هو من يحتوي البيت وتيسلك شي حوايج، فهي التي يخطب ودها. فهل قال الله عز وجل: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم قال: ولا نساء من نساء، على هذا القوم ما فيهمش النساء، لكن هو كلا بالقوم على الرجال. علاش؟ لأنه لا يحسن بالرجل أن يسخر من الرجل، فقالوا: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء. الحيانات ماشي من باب التنقيص، لكن من باب الوصف، فيهم هذا القديد يحسن مني أنا أحسن منها. وهذا وقع حتى في أطهر القلوب اللي هما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ودونكم صورة التحريم، راكم عارفين القضية اللي كانت ضربت بين السيدة عائشة والسيدة حفصة إلى غدائها، ودونكم ما وقع مع السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، كانوا ملي كيبغوا مرة نقولوا بالدارجة يقليوا لها شوية السم، يقول لها بنت اليهودي، فحتى كانت تبكي، والنبي عليه الصلاة والسلام قالت لها: كيعايروني كيقول لها بنت يهودي، فأقول قال لها عليه الصلاة والسلام: قول إن قالوا لك بنت يهودي قولي لهم زوجي نبي وجدي نبي، هي من نسل هارون عليه السلام، وعمي يعني سيدنا موسى، وعمي نبي، وأنا تحت نبي، فمن أفضل مني؟ هذا قلت لي ما بقاوش عاودوا كاع الهضرة هذه. فهذا قد يقع. الخطاب القرآني فيه هذا الجانب، هذا ديال العفة والجانب ديال الحياء، لأنه كلام الحي الذي لا يرد السائل. فمن قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير، ثم ذكر الأموال غير ذلك. هذا تزيين بين قوسين، هذا ليس من تزيين الشيطان. مسألة تزيين الشيطان، الله عز وجل يقول: زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. أما هذه هذا تزيين من الله حتى تستمر الحياة على وجه الأرض، ويمكن للجنس البشري أن يتناسل ويكثر فيبقى على وجه الأرض من يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. إذن هذا الميل بين الذكر والأنثى هذا أمر واقع. فملي كيجي الإسلام اش تيعطونا الرسالات ديال الأنبياء وخاتمتهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعطينا طريقة تدبير هذه الأمور اللي هي فطرية غريزية في الإنسان. هذا هو اللي كيجي ديال الإسلام، وإلا راه الناس اللي ما عمرهم شافوا الأنبياء راه بفطرتهم يعبدون الله، غير هو الطريق الصحيح للسير إلى الله هنا توقع الضلال. على ذاك اللي تيمشي تيمجد البقرة، أو ذاك اللي يمشي تيمجد الحجرة، أو الذي تيمجد الشجرة، ما الذي يفعله؟ هو يتقرب إلى ما يعتقد أنه إله، لكن أهكذا يعبد الله؟ لا، مش هكذا يعبد الله. إذا هذا من حيث الميل الداخلي، هذا راه فيه أنه يعبد إله. حتى الملحد راه يعبد نفسه، غتعبد غتعبد بغيتي ولا كرهتي، فهمنا؟ لكن ملي كيجي الإسلام، ما الذي يفعله الإسلام؟ الإسلام يرشد ما أودعه الله عز وجل فيك من فطرة ومن غريزة، توريك هذا الطريق الصحيح. بغيتي تمشي عند سيد ربي، هذا الطريق الصحيح اللي غنمشيو بها عند سيد ربي، اهدنا الصراط المستقيم، ماشي أي صراط، خص الصراط يكون مستقيم. فملي كنجيو للعلاقات، جاء الإسلام فنظم مجموعة من الأمور في وسط أصلاً العلاقات اللي كانت ما بين الرجال والنساء كان فيها نوع ضبط ونوع حشمة. مثلا يقول الله عز وجل: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. غالبا قبل ما تقراوا التفسير غالبا كان عندكم واحد التصور على شنو هو التبرج الجاهلية الأولى. غالبا كان عندكم واحد التصور، التبرج الجاهلية، التبرج هو التزيين وإظهار المفاتن وكذا. إذا التبرج الجاهلية الأولى شنو كان فيه؟ مش كانوا تحن بحالنا الميكروجيب والنشاط وداك الشيء، مش داك الشيء
حجاب ديال الزهور كيف شنو هذا التبرج الجاهليه الاولى؟ عرفتي اللي كتقرا التبرج الجاهليه الاولى شنو هو؟ كانوا الاماء ماشي الحرائر، الاماء كانوا تيخرجوا شي شويه الضفيرات ديال هي راه بغات شعر راه داير عليه الخيمه مغطيه، لكن كتخرج الضفيرات من جناب، وكانت هذه الفتحه هذه ديال الصدر كانت كتكشفها صافي اش كتسنى؟ لا شوف راه هادشي اللي كاين هذا تبرج مازال صافي 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 غتقولي وكانوا يعبدون الاصنام وكانوا يسجدون للشجر والحجر وهادشي اللي كان اي كانت كتمشي وكتجيب العام سيدي الدجاجه ولا العدروس ولا العجل ولا شوف شنو كتجيب ولا الابل وينحرها امام النصب ويشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا ويقولون على الله ما لا يعلمون لكن فيما يتعلق بقضيه العفه كان هذا اقصى ما يفعلناه. السيده هند بنت عتبه كتقراوها في السيره النبويه وكنبقاو نعاودوا فيها كل مره. جا السيده هند بنت عتبه ومخشيه وسط يوم الفتح السنه الثامنه للهجره. يعني دازت 21 سنه على اقراء من انزلت وكان عداوه وكانت حروب وكانت مشاكل فكانت خايفه السيده هند بنت عتبه رضي الله عنها زوجة ابي سفيان كانت تخشى لمواقفها من النبي عليه الصلاه والسلام كانت تخشى ان لا يقبل منها الاسلام. باقي التصور جديد ما عارفينش واش يقبل ما يقبلش وخصوصا انه يوم الفتح النبي عليه الصلاه والسلام كان قد اهدر دماء مجموعه من الناس كانوا قد اساءوا اليه. فمن اللي مشات هي تخشى توصل العيالات حتى تبيع مع النساء لان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ بيعه النساء يعني جمله ولم يصافح امرأة كما ذكرت ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها. فهو ذكي يصطاد لهم في البنود ديال البيعة، يعني غدخلوا الإسلام خصكم تعرفوا رؤوسكم علاش داخلين. الإسلام فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وذكر لهم الآية ديال سورة الممتحنة أو الممتحنة. فملي ذكر لهم هذه البنود قال ولا تزني، قال لهم وما تزنيوش. السيدة هند بنت عتبة أنا قلت لك هذه راه جاية مخبية وخايفة لا تبان وكذا لم تستطع أن تتمالك نفسها. لقزت من وسط العيالات قالت لي أو تزني الحرة يا رسول الله؟ سكت مين كذب؟ مين كيفاش ما تحتاج؟ اش كيقولوا المغاربة ديالنا؟ كيقولوا لك لا توصي يتيم على بكا. اليتيم ما توصيش تقول لي سير بكي، راه يتيم راه كيتفكر مات لي بول مات لي مو كيجلس يبدا يبكي، ما توصيش. فكيف توصي امرأة حرة بعدم الزنا والحرة لا تزني أصلا؟ لأن في جاهلية العربي اللائي كن يزنين هم الإماء المملوكات هم اللي كانوا تزني من الحرة لا تزني يقطعوها ولا تزني والرجال كان فيهم من كان فيه من النخوة ما الله به عليم كان الرجل يأتي بزوجته لأول مرة يلاه ليلة الدخلة غادي يدخل بها وجايبا عام سيدي فوق الحصان من اللي تيوصل الدار تينزلها تدخل البيت تيجبد السيد ديالو تيذبح العون علاش كيقول لهم اودي مرتي لك مثلا هذا وعاود لك فوق منه واحد اخر اودي لاباس. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.